ازيكم، انا محمد الشامي من زانادو اركتكتس. النهاردة هنشارككم سر من اسرار الانتيريور ديزاين. ايه الخطوات اللي بنتبعها عشان نوصل لديزاين مبهر؟ هنشتغل النهاردة على عنصر بسيط وهو عنصر الحمام. اول حاجة بندرس مساحة الحمام ونفرشه 2D عشان نقدر نعرف محتوياته هتكون ايه. يعني مثلا لو حمام كبير هيكون فيه مكان لشاور روم او بانيو، لو حمام صغير هنكتفي بوجود التويلت والحوض. ولازم واحنا بنفرش نعمل حساب فتحة الباب ودراسة الحركة جوه الحمام. ودلوقتي بنتجه لل 3D. في المرحلة دي بنرفع حوائط الحمام عشان نتخيل المساحة والإمكانيات. وبتيجي هنا أهمية الريفرنس. في المرحلة دي بنشوف ستايلات وتصميمات مختلفة، وأحيانا العميل بيبقى عنده توجه معين فلازم نسمع منه ونقرب للفكرة اللي هو حاببها. ولما بنستقر على الريفرنس بنبدأ نلخص الصور والأفكار اللي هتكون جايد لينا في التصميم. وبننتقل تاني لل 3D، بس المرة دي عارفين هنعمل ايه بالظبط من حيث تقسيمة الحوائط، مقاسات السيراميك، وشكل بلاطات الأرضية، وشكل السقف. وبنراعي مقاسات السيراميك اللي هنشتغل بيه وبنحققه على الرسم عشان نحدد أماكن الغلايق وندرس كل الاحتمالات لتقليل الهدر والأخطاء اللي ممكن نقع فيها أثناء التنفيذ، وعشان نشتري السيراميك على أساس مظبوط. وبعد كده بننتقل لللمسات بتاعة الديكور وبنضيف الماتيريال والإضاءة وبقية العناصر الجمالية، وبنكون جاهزين لتحويل الـ 3D لصورة واقعية عن طريق الريندرينج. وبنجرب تصميمات وألوان مختلفة لحد ما بنوصل لمرحلة نكون راضيين عنها وتسعد العميل. في الحلقات الجاية هنعرف طرق تصميمات لمساحات تانية عشان من حقك تفهم، ولو مهتم ياريت تدعمنا بالمتابعة والتعليق، وشكرا لحسن الاستماع.